اهلا وسهلا بالفنان عماد الحلو بنجوم 93. ميرسي، اهلا فيكي. عماد، سمعنا اغنيتك الاولى، اغنيه حلوه، دبكتنا اللبنانية. دبكتنا اللبنانيه، شو بتحكي لي عن هالغنيه؟ دبكة فولكلورية، بتحكي عن الدبكة، بتحكي عن الضيعة، عن الترس والسيف والفرح والبسمة. من كلمات شعر الأستاذ أنيس زبيدي ومن ألحان الأستاذ سمير قبطي. سمير غبطي هو الملحن اللي عم يقدم لك ألحان جميلة، بيسرنا أنه نستضيفه معك بنجوم 93. منرحب فيك أستاذ سمير غبطي بنجوم 93، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اللحن اللي أعطيته لعماد هو مجموعة من ألحان كتيرة عم تقدمها للفنان عماد الحلو، شو بتحكي لنا عن هالموضوع؟ بالحقيقة فن عماد فنان له مستقبل حلو وعنده صوت جميل وطلة حلوة وأغانيه بتمثل عن الأغنية الشبابية والأغنية اللبنانية. عطيت أنت من فترة ألحان أيضا لفنانين، ممكن نذكر منهم الصبوحة، الأميرة فرح، هويدا، مجموعة من الفنانين. بتعطي كل واحد حسب صوته يعني حقه باللحن، أم أنك بتميل لبعض الأصوات وبتعطيها أيضا رتم آخر؟ بالحقيقة كل ملحن عنده نفس معين بالأغاني. طبعا بعطي المطرب شو بيلبق له، بس في اللي خط باللحن بضل موجود طبعا. بنرجع لعماد. عماد قديش عمرك؟ 23 سنة. 23 سنة، يعني مبلش بسن مبكرة. شوي. من امتى بدأت؟ حوالي 3 سنين. ثلاث سنين. نعم. مباشرة بدأت بأغاني خاصة فيك أم ألفت؟ نعم، كانت انطلاقتي صراحة بأغنية خاصة. هاي أول انطلاق لي بأغنية خاصة. قالوا لك إنه صوتك بيذكرنا بصوت الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش؟ سمعت يعني هالرائحة وصوتك. بحب غني له، بحب غني له. مش إنه متأثر فيه، بس بحب غني له. بتحب تغني له؟ طيب يعني. شو رأيك هلأ هيك سمعني مقطع صغير؟ تكرم عيوني. ولو انه اكيد صوتك متميز وجميل يعني. ميرسي. اوكي. الشجر سافر حبيبي وهجر، لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، بكف غياب وسفر، بكف غياب وسفر. برافو، يعني أنا انسجمت صرت أغني معك. عماد بس بالتقديم أكيد بالغناء. لا عماد، شو طموحك الفني؟ هلا أنت بعدك بأول الطريق، شو حابب تعمل شيء؟ طموحي إنه ضل أعطي العمل الجيد وضل محافظ وضل مسابر بالفن، الصدق، المعاملة الجيدة، احترام الموعد. درست موسيقى؟ اي طبعا، وبعدني عم بتعلم موسيقى عند استاذ فؤاد عويد. نعم. وصل لي زمان، يعني حوالي السنة تقريبا. حوالي السنة. نعم. في شيء معين بتحب انك تتميز فيه بلونك الغنائي، يعني خارج الاغنية الشبابية بتفكر تعمل مثلا كلاسيك بما انه صوتك بيناسب هذا؟ طبعا طبعا، هذه يعني كل هالمراحل بدي اوصل لها، لكن طبعا البداية بتكون بطريقة شعبية، أغنية خفيفة شعبية قريبة لقلوب كل المشاهدين والمستمعين، بعدين الفنان بصير يتقدم، بصير ينوع كلاسيك وطرب شعبي وطرب طويل. ايه أكيد. عماد، بتعتقد إنه الأغنية إلى علاقة بسن المطرب؟ يعني إذا كان هو بيمثل شريحة معينة من الشباب لازم يقدم لهم شيء، برأيك أنت بسنك هذا يعني لازم تقدم شيء خاص للمرحلة اللي بسنك؟ مش ضروري، ضروري، ممكن ننوع، تنويع ضروري التنويع، يعني بعطي للشباب
للكبار للصغار لا لكل الفنان لازم يكون ايه شامل. طبعا ببدايته على طول يعني مش بس ببدايته. اكيد. عماد هلا شو بدك تسمعنا بالمحطة الثانية؟ تحكي لنا شوي عن غنيتك. المحطة الثانية هي ما ترديش عليهم ابدا ما ترديش ما ترديش عشان عيوني ما ترديش.